مش من حق مخلوق عليا ان انا اقول له والله انا تلقيت تبرعات قد ايه بالقانون. لا ادي واحد اجهزه رقميه بتتابع. انا عندي حسابات البنوك بتاعه الحزب دي خاضعه لرقابه الاجهزه الرقميه وخاضعه كمان الانفاق الدعائي خاضع للمحددات اللي حطتها الهيئه الوطنيه للانتخابات. دول الوحيدين اللي من حقهم يقولوا لي انت خدت فلوس، طب خدت فلوس قد ايه، طب الانفاق الدعائي بتاعك كان قد ايه، طب صرفت قد ايه فين، وانا ادققها مش بالمليم بالعمله المنقرضه دي اللي هي سحتوت وان كان الجنيه بينقرض يعني، بس دول اللي حقهم عليا. ادي واحد. اتنين، كنا بنتكلم في انه اغلب التبرع عندي مش تبرع بانه مثلا يروح داخل يوسف وشايل شنطه كده حلوه او بتاع قد كده اكياس البنوك يروح حاططها سلام عليكم، ده حلاوه العنتابلي يعني، ما ده هزار، مفيش حاجه اسمها كده. يعني في حاجه اسمها احنا هنعمل مثلا دعايه في منطقه الدقي والعجوزه والمهندسين للقايمه، الدعايه دي مع الشركه بتاعت الدعايه اللي اتفقنا معاها هتتكلف 1 2 3 4، فبنجيب الاعضاء بتوع الاحزاب عشان هي قايمه، الاحزاب المختلفه اللي قادرين على القيام بهذه المهمه الماليه. يا جماعه مين اللي هيتولى المنطقه دي ويبدا يتحاسب مع الشركه؟ احنا لا. لكن هزيدك من الشعر بيت، هو اغلب الدعايه اللي اتعملت للقايمه او بالاصح دعايه القايمه الجزء الغالب فيها نقديا لو صح التعبير، او الفلوس اتصرفت من داخل حزب مستقبل وطن، بقيه الاحزاب تحملت قدر اقل شويه او شويتين على حسب القدرات الحزبيه. انا ما اقدرش اروح لحزب صغير واقول له انت داخل معايا بالتساوي ولا حتى داخل معايا بعدد الكراسي، تخيل بقى لحد فين. فقلنا لا، احنا هنشيل هذا العبء عن كاهل الأحزاب الأقل حظا في الوفرة المالية لو صح التعبير.